السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد عن كيفية إيداع الشكايات لتصحيح أخطاء متعلقة بنتائج البكالوريا الامتحان الوطني دورة 2020. إذا هذه السنة فهي سنة استثنائية في التصحيح. إذا السنوات يعني الفارطة كان تصحيح على هذا الشكل، إذا كان كدير طلب خطي، كدير فيه المدينة، التاريخ، ثم الاسم الكامل، ثم رقم البطاقة الوطنية، ثم رمز مسار، ثم المترشح هل هو متمدرس أم حر، ثم إلى السيد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، مصلحة الامتحانات، ثم موضوع طلب إعادة تصحيح مواد الامتحان، مادة الرياضيات، سلام تام بوجود مولانا الإمام، وبعد إلى غير ذلك. إذن هذه السنة هذا الطلب أصبح ملغى، غادي نشوفوا علاش. إذن هذا الكلام جاء يعني من خلال البلاغ ديال وزارة التربية الوطنية اللي هو على هذا الشكل، اللي خرج في 16 يوليو 2020، فيه كيفاش دير الإذاعة ديال الشكايات ديالك. إذن كيفية إذاعة الشكايات لتصحيح الأخطاء المادية التي يمكن أن تعتري المعطيات والنتائج المتعلقة بالامتحان الوطني الموحدين لشهادة البكالوريا دورة 2020. إذن تنهي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التربية الوطنية إلى علم كافة المترشحين المترشحات لامتحان البكالوريا دورة 2020 أنه تقرر وضع نظام معلوماتي خاص لإيداع الشكايات المرتبطة بتصحيح الأخطاء المادية التي قد تعتري المعطيات والنتائج المتعلقة بالامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة 2020، والتي سيتم تدبيرها حصريا عبر هذه البوابة الإلكترونية، حيث لن تأخذ بعين الاعتبار الشكايات التي ترد عبر هذا النظام المعلوماتي، ويمكن الوجه إلى هذا النظام عبر قضاء المتمدرس بمنظومة مسار. إذا عندكم جوج ديال الروابط، هذا الرابط الأول ديال المتمدرسين، ثم الرابط الثاني ديال الأحرار. إذا الشكاية الورقية حسب البلاغ يعني ملغات، إذا ضروري تدوز باش دير الشكاية ديالك عبر هاد البوابة هذه أو هاد. إذا هذه بالنسبة للمتمدرسين، وهاد البوابة بالنسبة للأحرار. إذا حنا يعني باش نشوفوا باش نكونوا عمليين، غنحاولوا ندخلوا ونشوفوا الطريقة كيفاش كنملؤوا هاد الشكاية. إذا غادي نمشيو ندخلوا للفضاء متمدرس، إما كنكتبوا هذا الرابط في محرك البحث، أو كندخلوا نكتبوا جوجل إلى غير ذلك ونكتبوا متمدرس. أغلبية ديال التلامذ وخصوصا في هذا الحجر الصحي يعني راهم ولفوا على هذا الرابط هذا، اللي كانوا كيدخلوا يشوفوا فيه يعني النقاط ديالهم ديال المراقبة المستمرة، وكانوا كي يعني كيدخلوا به التيمز الى غير ذلك. اذا غادي نمشيو نشوفوا الطريقه. اذا غادي ندخلوا لجوجل ثم نكتبوا متمدرس او مسار سيرفيس بحال بحال متمدرس. لاحظوا معايا كنكتب متمدرس، كتجيني متمدرس هي الاولى، الرابط الاول. كنضغط على الرابط الاول اللي هو متمدرس.ma او متمدرس.man او الفضاء الخاص بالتلميذات والتلاميذ. اذا هذوك كاع الروابط غادي يديوك لهاد الموقع. اذا كندخلوا للفضاء متمدرس، كندخلوا للفضاء الخاص بالتلميذات والتلاميذ، اما كندخل من هنا او ندخل من هنا. اذا راهو بحال بحال كهذا، كيدخلك نيشان. اذا هنا كندير رمز مسار متبوع باروباس تعليم بايم. اذا راكم شفتوا الطريقه كيفاش، وشنا في فيديوهات سابقه كيفاش نفعلوا، كيفاش ندخلوا للمسار سيرفيس، كيفاش لنسينا كلمه مرور، تفعيل اولي للحساب. اذا هذه العمليات كلهم شناهم كيفاش ندخلوا لهذا الفضاء هذا. اذا كندخلوا كنديروا رمز مسار متبوع باروباس تعليم بايم. هنا كندخلوا كلمه المرور، ثم كنضغطوا على تسجيل الدخول. لاحظوا معايا هنايا كنضغطوا الفوق على كنلقاو الرئيسيه، كنلقاو التمدرس، كاينه اضافه جديده اللي هي ايداع الشكايات. لاحظوا معايا الاضافه اللي كانت عندنا قبل المنح الدراسيه والمساعده يعني المنح، وضافوا دابا اضافه اخرى اللي هي ايداع الشكايات. اذا كنضغطوا على ايداع الشكايات، اضافه شكايه، كضغط على اضافه، كتجيك هنا الفوق عندك نوع الشكايه ثم الامتحان والمعطيات الاخرى. اذا هذه المعطيات خصها ندخلوها بدقه.
اذا هنا نوع الاخطاء كاينين جوج، كاينه ماديه وكاينه معطيات شخصيه. الاغلبيه ملي كنقول اخطاء ماديه هي اللي عندها علاقه بالنقاط زايدين نقاط ناقصين اكسيتيرا، وهنا تصحيح المعطيات الشخصيه اللي هي اللي عنده مثلا الاسم والنسب مثلا غلط، او الاسم الفرنسيه او الازدياد. هنا كيدير المعلومات مثلا الاسم والنسب العربيه، كيدير المعلومه الصحيحه، ثم كيدير اضافه، وهنا كيدير الهاتف ديالو، ثم العنوان ديالو، هنا ادخال صوره الوجه الامامي، ثم الوجه الخلفي، ثم ادخال صوره اللي نسخه من رسم الولاده. الاغلبيه ديال التلاميذ ما عندهمش هذا الاشكال، اما اللي عنده هذا الاشكال ممكن يدير هذه العمليه هذه. اما اللي عنده، اغلبيه التلاميذ عندهم اشكال في تصحيح اخطاء ماديه واللي عندها علاقه بالنقط. اذا هنا كيجيك الامتحان الوطني، هنا كيجيك الماده اللي انت باغي تصحح فيها، اعاده تصحيح ديالها ديال النقاط ديالها، مثلا اللي انت شاك في النقاط ديالها. اذا كتختار الماده اللي انت غادي تطالب بتصحيح ديالها، كتضغط مثلا، انا بالنسبه لي عندي هنا ماده الرياضيات، كنضغط على ماده الرياضيات، هنا كندير الهاتف ديالي، وهنا كندير العنوان ديالي، وهنا كندير موضوع الشكايه. اذا موضوع الشكايه راه هو بحال داك الموضوع اللي موالف كديرو انت ورقي، كدير مثلا طلب إعادة تصحيح لمادة الرياضيات للامتحان الوطني، سلام تام بوجود مولانا الإمام يشرفني كذا إلى غير ذلك. إذا طلب موضوع طلب الشكاية. إذا هنا غندخلوا المعطيات ديالنا، الهاتف ثم العنوان. إذا من بعد ما كنسالي كنضغط على حفظ الطلب. حفظ. اذا هنا كيجيني الشكايه الاولى، فيها هي هذه، كيقول لك راك درتي الشكايه في التاريخ، وتيقول لك في طور معينه هنا تغيير، ثم حذف لما بغيتي تغير الشكايه او تحذف الشكايه او تضيف شكايه اخرى. مثلا عندك شكايه مثلا في ماده فيزياء مثلا، ممكن دير اضافه، ونفس العمليه تختار الماده ثم الهاتف ثم العنوان ثم موضوع الشكاية ثم حفظ إلى غير ذلك. إذا إلى هنا كنكون ساليت هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.